And we're down, we go, go. السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ صافا، لاباس عليكم؟ سيماتي اللي كيسولتها هو ديال شينوا، سيماتي بولك. المهم هما السيل ديالهم زوين. دابا هذا كيشبه الديوك 125، داير له شي بومشي ديالو واقيلا، هذاك الشيء حيد له الفوق كاع هو. السوي ديالو فيه زوين، ولكن كيما قلت لك كيبقى شينوا، ما غايصبر لك شحال، غايصبر لك شي حاجه جابونيز. تاخذ سكوتر كبير تايماكس، انا كتجيني في شكل لا تايماكس ولا شنو ما كان، 125 كافي بالنسبه للسكوتر، حيت ان فوا كدوز ل تايماكس 530 سكوتر، يعني انت عندك موتور كبير في الحجم، موتور كبير بزاف، يعني وصلتي للحجم ديال الترايل ولا ديال سبورتيف ولا ديال رودستر، وتقل عندك موتور تقيل 220 كيلو ولا 215، ولا بويسونس ما كايناش، عندك شحال 47 خيل. دونك واخد موتور بالحجم ديال الترايل ولا بويسونس ديال موتور صغير، والبخي طالع، فهمتي؟ ممكن هذه الفكره ما كانت تخبلاش بالي، ولكن كما كنقول ديما عاوتاني كل واحد والستيل اللي كيعجبه. التايماكس صراحه زوين، ماشي ما زوينش، ولكن رابور باور ويت اند برايس لا علاقه، غالي بزاف، كاين ما احسن منه في دي تيب دي موطو وحدين اخرين. سكوتر اذا بغيتيه حدك 125 250 300 ماكسيموم، 300 الى كانوا كيعجبوك السكوترات. اما راه 300 بالنسبه للروتستر ولا سبورتيف راه مجهده، راه تقول تكون مجهده اكثر من تيماكس، ولكن نرجع لنفس الهضره، كل واحد والعشاقه ديالو، كل موتور عنده العشاقه ديالو. انا غادي يعجبني سوبر ديوك، انت ما غادي يعجبكش، انا غيعجبني الكاتيم، انا غادي يعجبني التيماكس، انت ما تعجبكش، واش هاد الدور؟ يلاه شعل طفاحه ثاني. كذلك انا كيعجبوني لي طخايل، انت ما كيعجبوكش، وداكشي عاود على حساب لاج وعلى حساب لي مويان عاوتاني بيان سور. راه علاش الناس كياخذوا لي تيماكس بزاف؟ حيتاش كياخذوهم خاويين، تاخذ تيماكس 2.5 مليون، ولكن عاوتاني ما كيفكرش لي جاي من بعد العواقب ديالو. اياه يمكن تردو بالوراق، يمكن كلشي ممكن، المغرب فلا كنت في المغرب فلا تستغرب، كلشي ممكن تاخذو خاوي تردلو بالوراق وتقام لك موتور رخيص، ولكن عارك انت مريسكي، الا درتي شي اكسيدون دار التحقيق انت حصلتي. راه شي الهضره ماشي كنكذب عليكم، راه وقعات للدراري صحابي شحال من واحد، وقعات له هذا البلان، كان عنده موتور مدقوق ولا خاوي، وبعد واحد ولد صاحبي كان عنده موتور مدقوق ودار به واحد الاكسيدون، كان هو الفوتيف، وداروا تحقيق لقاو الموتور مدقوق، راه حط فيها تقريبا شي 100 مليون باش فكوها، باش تعرفوا، يعني انت حطيتي 100 مليون وعقستي تشري موتور ليغال. التفكير انا هذا ما كنفهموش، ولكن كل واحد كيعرف راسو، كل واحد والحياة ديالو. انا كيعجبني نفكر نكون منطقي، والمنطق ما هو المنطق؟ المنطق كيقول لك اسيدي خصك تشري موتور بالوراق ليغال، ما كانش عندك لي مويان صبر، ما تتبعش كاين الحماق كيبغيو يشريو بلا وراقيه، ولكن ما تكونش تحمق بحالهم، مش اي واحد دار شي حاجه نديرو بحالو حنا. اعطيوني ندوز، انا ما عنديش الشهد. سير 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 سير. اوكي ميرسي. انا هادشي نصائح كنعطيها لكم لله سبيل الله، وانتم حرين في الحياه ديالكم، حتى واحد ما كيبزز عليكم ديروا شي حاجه، كل واحد والطريقه التفكير ديالو، كل واحد
والهدف ديالو في الحياة، كاين اللي ما كيفكرش البعيد، كيفكر غير اللحظة انه يشري داك الموطور يستمتع به داك اللحظة صافي، ما كيفكرش اللي جاي من بعد، كيفكرش انه غادي يدير كسيدة به ولا ما غايديرش. خصك تعرف يا اخي المطار انه في اي لحظة تقدر دير كسيدة. انا غادي دابا يقدر هذا يفرني العلاقة لو ما نردلوش البال وندخل فيه، انا براسي دابا الى دي كونسنتريت غير واحد ميم با يعني ان سيكوند ولا دو كان نسحم نقدر ناكله. مي هذا انا ملي كنخرج من الموطور عيني هنا لقدام على على اليمين الشمال مرايه، ما كيبقاوش هكا فيكس لقدام ولا كيشوفوا البنات ولا هذا، عيني كيوليو بحال شي كاميليون، وحده هنا وحده هنا وحده هنا، هنا كنشوف كل شيء بس كنعرف شنو ندير كيفاش نتحكم ويدي على الفرانات. وطبعا ما كنديرش داك البسالات داك التخياط وداك سير جري كسير ياجي، هذاك الشيء ما كنديروش. انا السوق دائما كنسوق بعقلي شويه عليا، واخا دابا طارق قدام الكيدون حتى انا عارف ما غيطرا والو. الناس اللي كيقولوا ما خصكش تحط صاحبي تي ماكس، خصك تطلق يدك من الكيدون ان شاء الله. غادي نتيستي ال SH125 يعني غتكون تقريبا بحال هادي، ونعطيكم الفرق شنو الفرق اللي غيكون بيناتهم. انا يعجبني يكون عندي سكوتر بحال هذا، كنرولي به في المدينه في القيطه ديال الزحام حتى ما كيسخنوش وما كيكونسوميوش بزاف، ولكن انا كيعجبني موتور مجهد، يعني خاصني نطيح شي حوايج اللي كيعجبوني انا باش ناخذ سكوتر. عندو هاد اي دير لي شي لعيبة، انا خصني الموتور اي لحظة نكسيري يريبوندي، اما باش ناخد سكوتر عايدة من غير كنت غادي ناخد بيان سي غنحتاجو باش نمشي نتسخر بيه ونجي. انا دا انا ما كنسوقش الموتور دايما، شي ديما كنسوق الموتور كنخرج ندور به، وداك النهار وداك الساعة اللي كنبغي نخرج بالموتور خصني يساتيسفي لي لي بزوان ديالي داك اللحظة اللي كنكون داك الموتور. دونك واش انا لو كنت كندور به ديما واخا نبغي ناخد سكوتر ونبغي ناخد بحال هكا 125 ولا 50 ولا هذا، والناس اللي كيسولوني على 50 علاش ما كتهدرش عليهم ولا هذا، ان شاء الله حتى هما غندير لهم تيست رايد. شنو بغيتو؟ بغيتو نبدا لكم بالايروكس؟ كاين ندير لكم تيست رايد ديال الايروكس، كاين حتى مشكل. عمر كنهضر عليك غتحشمنيش. عمر صاحبي ميشيل البايكر برادرهود، راني كنشاركو في نفس البلاصه تيست رايد في نفس البلاصه، ما كنبغيش نبعد باش الا طرات شي حاجه بعدا كون قريب. انتيغدي الدورة، اوكي عاود نمشيو نضربو الدورة بحال دايما من هنا ونجيو. حقرتي علي ياك، حقرتي علي اش عندي 125. واخا ولدي واخا، شكرا. هذا الزوين الموتور، كنت غير مهم ندوز برجلي ما لقيت والو. كيبقى خصنا نجرب الكومبيتيشن ديالو عاوتاني، نجرب الاس اش، نجرب ال شي 250، نجرب شنو كاين اخر ايروكس 155 مازال ما كاينش كنظن انا في المغرب، ما عرفتش واش دخل ولا مازال. كاين الكوازاكي حتى هو عنده 125 باش بلا ما تبقى واقف حتى هي. شنو كاين هادو بالنسبه للهوندا والياماها؟ سوزوكي ما عرفتش واش عندهم شي سكوتر 125. خلاص بياجيو 125 موجودين غير هما، ام بيكا
ونشوفه. المهم ديرو دي تيست لايدون اخرين. هاد السده اللي كيدير هاد الولد هاد الكاسك ما صالحاش، هادو اللي دايرين هي شي كيدايروا على فمو. دابا هذا الا قصوا شي حاجه غيطير لهم راسو. هادو قال لهم شي نهار نجرب شي سي 50 ولا سي 90 ولا سي 100 سون 3 سوينغ، اللي عجبكم اسيه ما كان عندي حتى مشكله له. عاوتاني السلسه الثالثه، هاد الناس حفظوني اليوم بسير اجي من هاد البلاصه هادي تو ما كاينش الترامواي كنسلت. دابا خصهم يديروا شي بوليسي على ودي هنا. عاوتاني طحنا في الشارع ناري يا صاحبي، خصني العصا. ايوا علاش ما ندورش انا الانتردي بحال اللي كانوا كيدوروا هادوك؟ احسن مني هما. لا لا انا عارف باري من حوسويها ندور يخرج لي شي بوليسي، ولكن هانيا اشد لي من السي محمد السي. لا 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 فتيخه. دي كاي سنترال كي داير اوب لا اون ولي سنتر هادشي ما عرفت ندير غير هذا عادي، خليو داكشي لمواليه.